انا اللي مبسوطه اني جيت والله. انا اكتر حبيبتي، انا بحب برامجك من زمان. بس هتكرهيها بعد الحلقه دي. هنعمل ايه بقى؟ هنربط الاجهزه دي، هنربط الاحزمه وهشرح لك ازاي بيشتغل الكرسي. وهنمسك المقبض ده كويس قوي، نفس الحكايه هناك. ده مش حاطه مانيكير يا جماعه، دي حاطه عسل اسود. وهنا كمان في كاميرات حواليكي دي بتاخد كل رياكشناتك وردود افعالك. لا هي فلات، مفيش اي رياكشنات. بيبقى عندي جهاز فوق راسك، ده اللي هيفتح راسك. دلوقتي احنا بنحضرك كويس قوي، بنحضرك ومش هنعرف نصرفك. تكتيفه جامده قوي، تكتيفه مش ظريفه. احنا كده تقريبا جهزنا، نطير بقى. صوت عيد لطايد ده مسحوق غسيل يا بنت. ايه اللي استفدتيه من دراستك في كليه التجاره؟ فتحت بقاله رهام، لما الشغل بيقف بسترزق منها. طيب هقول لك جمله عايزه منك تقوليها 5 مرات. تمام. طبخنا في مطبخكم طبختنا، وطبختوا في مطبخنا طبختكم. طبخنا في مطبخكم طبختنا، وطبختوا في مطبخنا طبختكم. برافو عليكي. طب وعلى كده بتعرفي تطبخي؟ طبخنا في مطبخكم طبختنا، وطبختوا في مطبخنا طبختكم. شاطره يا بنت والله. طب ممكن تغرفي لنا بقى؟ مسلسلات كتير الفتره الاخيره مقتبسه من اعمال اجنبيه، ايه الحل في فقر الافكار دي؟ نجيب سم فران. طب هنعمل ايه؟ اكيد احنا عندنا كتاب حلوين. حلوين يعني ايه؟ ريحتهم حلوه وبيستحموا، يطلعوا بافكار جديده، يفكروا اوت اوف ذا بوكس. البوكس ده هنلبسه في نافوخك النهارده. انا فكره ان انا قاعده في كرسي بيقول انا بكذب ولا لا مخليني اونست قوي يعني. هوبفلي الفتره الجايه يبقى هوبفلي واونست. ميس فايزه مدرسه الانجليزي، طيب ليه اعتذرتي عن مسلسل دهب عيره؟ انا ما بلبسش غير دهب اصلي. انت مش من الناس اللي بيشتغلوا علشان بس يتواجدوا او علشان الفلوس؟ لا انا طبعا كلنا بنبقى عايزين نشتغل ونتواجد ويبقى معانا فلوس. ماديين يعني. دي ريهام الفنانه تقول ايه لريهام ست البيت؟ قومي سيئه الصاله يا بنت. ليه ما عملتيش جزء تاني من زي الشمس؟ ما كانش معانا شمسيه. على العموم هنكمل معاكي لسه في اخر فقرات كرسي الحقيقه، وانتظرونا هوريكوا ريهام عبد الغفور لايف. ريهام بنجدد الترحيب بحضراتكم في اخر فقرات كرسي الحقيقه، ومعايا النجمه الجميله ريهام عبد الغفور. احط لك صور لمجموعه من الشخصيات العامه او الفنيه وتقولي رايك فيها بكل صراحه. اوكي. شوف اول صوره معانا. ايه ده تايسون من قبل ما تفتحي كده. ايوه بقى. دي عرفته من لغته. ليه تفتكري بيقولوا عليه تايسون؟ محمد منجوح طبعا. متهيألي ملاكمه، متهيألي او بوكس. ملاكمه وبوكس ما الاثنين واحد يا عدمه الرياضه. ايه ده؟ قلت لي كل حبايبي. تيكو تيكو. انا ريكو وهو تيكو. رامز. رامز جلال في الفتره الاخيره بتوجه له انتقادات كتير قوي على اللي بيعمله في ضيوفه، انت ايه رايك في الموضوع ده؟ والله هو بصي، هو رامز مصيبه سوداء.